بعض الخضروات اللي مرتفعة في نسبة المية زي الخيار زي ما حضرتك ذكرت، الخضروات الورقية في فصل الصيف، عندنا البطيخ، عندنا الخص. الخس. طب بما احنا داخلين على فصل الشتاء بقى يا دكتور، قولي لنا ايه الاكلات او ايه الخضروات اللي فيها مية الغنية بالمية؟ يعني الخضروات الورقية كلها عندنا غنية بالمية، عندنا الخيار غني بالمية، داخلين على موسم البرتقال واليوسفي والموالح. طبعا دي كنز من كنوز فيتامين سي، غنية بفيتامين سي وغنية بالمية. وسبحان الله احنا بنلاحظ ان في فصل الشتاء بتكتر انواع الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي عن بقية السنة او في فصل الصيف. ليه؟ ده يعني شغل ربنا، بيرفع مناعة الجسم عن طريق الخضروات والفواكه اللي موجودة. فيتامين سي من الحاجات اللي بتقوي الأغشية المخاطية، بترفع من مناعة الجسم. كمان فيتامين سي مهم جدا لأبناء التلاميذ اللي بيعاني من الانيميا، يعني هو بيحافظ على الوقايه من الانيميا، وفي نفس الوقت بيعالج مرضى الانيميا، لانه بيرفع من كفاءه امتصاص الحديد اللي موجوده في الاغذيه. عشان كده بقول لما بناكل وجبه غنيه بالحديد زي مثلا الكبده او اللحمه او طبق من البقوليات زي فته العدس في فصل الشتاء، يا ريت يبقى عليها عصره ليمون او نشرب كوبايه عصير ليمون او برتقان بعديها. ده بيرفع من كفاءه امتصاص الحديد اللي موجود في الوجبه الغذائيه.